سلام لي زامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الناس اللي اول مره كيشوفوا لاشين ديالي مرحبا بكم، معكم فاطمه زهراء. لاشين ديالي خاصه باي حاجه عندها علاقه بالامراك ولي زابليكاسيون ديالهم. اي واحد عنده سؤال ولا استفسار يقدر يخليه لي في الكومونتير لتحت. ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. اليوم غنهضر لكم على حساب توفير ولا كونت ديبارن ديال بريد بنك، مميزات ديالو، لي زوفر اللي كاينين. بقاو معايا. اول حاجه نعرفوا الفئه المستهدفه. اول فئه هي الناس اللي عندهم اقل من 18 عام، يعني الاطفال والشباب، ولكن هاد لاكوب ما كيفتحوش هما، كيفتحوا لولي الامر ديالهم اللي هو الاب. اذا كان الاب متوفي تقدر الام تجيب شهاده من المحكمه انها هي الوصي عليه. هاد الكونت كيكون غير الدفتر، ما كتكونش فيه البطاقه، كيكون باسم الطفل، ولكن ولي الامر ديالو هو اللي كيتحكم في الحساب وكيختار فوقاش بغى ان الولد ديالو يدير لي زوبيراسيون في لو كونت ديالو، يا اما 16 عام ولا 21 عام. ثاني فئه هي الشباب اللي عندهم بين 18 و 25. الكونت سميتو توفير الغد، كيكون فيه واحد البطاقه بنكيه اللي هي فابور، كتيري حتى 5000 درهم في النهار، والمده ديالها 4 سنوات. هذا الكونت ما كيكونش فيه الكارني، كتكون فيه غير لاكارت. ثالث فئه هما الاشخاص اللي عندهم اكثر من 25 عام، كتكون عندهم بحال هذه البطاقه ديال صندوق التوفير الوطني او لا كاس ديبارن ناسيونال، تقريبا نفس لي زوبسيون اللي كاينين في لاكارت ديال التوفير الغد، كتيري حتى 5000 درهم، مده ديالها 4 سنين، وتا هي فابور. الناس اللي عندهم كونت سور كارني في بريد بنك يقدروا يكون عندهم لاكسي لابليكاسيون ديال بريد بنك موبيل. الناس اللي عندهم كونت سور كارني وعندهم الكارني يقدر اي واحد يفيرسيهم في الحساب ديالهم، لكن الناس اللي عندهم غير لاكارت بنكير ما يقدرش يفيرسي لهم شي واحد من غيرهم هما. نهضروا دابا على الفوائد البنكيه ولا لي زانتيري اللي معروفين في لي كونت سور كارني. بالنسبه لبريد بنك كيتزادوا من العام لعام، كل واحد في شهر واحد. هكا الفيديو ديالنا يكون سهل، نتمنى تكونوا استفدتوا. الناس اللي باغيين يعرفوا اكثر على لي كونت سور كارني ولا دفتر التوفير غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو لتحت. بالسلامه عليكم.